أهلا وسهلا، معكم سامي فرج من قناة سامي اف. الطريقة الثانية في حفظ الافكتات اللي بعلمك اياها الحين، وتقدر تخزنها في الفلاش ميموري وتقدر ترجع لها لو ان شاء الله بعد سنة. نفس الافكتات نفس كل شيء تستدعيهما، بس هاي الطريقة شوي طويلة، لكن هي انا اشوفها ان اذا الواحد يبغى يحتفظ بالشغل ماله. كيف الطريقة هاي؟ تروح عند اي ايقاع انت تباه في الاي 5000، مثلا انا عايبني الصعيدي، انا ما عندي حاليا يحضرني غير الصعيدي في الاس اكس 900. تختار الايقاع، تروح في المنيو، تروح على منيو رقم 2، تعمل ستايل كريتر، كانك انت بتعمل تعديل على الايقاع، لكنك انت ما راح تعمل اي شيء في الايقاع، لا تسجل، انت فقط بترفع الليفل وبتسيف الليفلات اللي انت بتعملها. كذلك هاي الطريقة تستخدمها اذا انت تعمل ستايل جديد بنفس الطريقة بنفس العمل اللي انا بسويه الحين. تروح هنا الحين كأنك تشوف ستايل كريتر، ما تعمل اي شيء، لا ايقاع جديد ولا شيء. تروح على الريك شانل، تفتح معاك هاي هذا الايقاع الصعيدي، شوف ما راح تعمل اي شيء. تروح عند الميكسر، زرار الميكسر عند ستايل، تفتح معاك الصفحة نفس الطريقة اللي علمتك اياها في تخزينه في الريجستريشن، تعمل الفوليوم على كيفك باللي تباه بالايقاع، الثمان تركات بالافكتات مثل ما علمتك بكل شيء. تطلع من هني عقب ما تضبط بالافكتات بكل شيء زين، تروح تعمل افكت مثل هني ما نسوي هذا، عملت كل شيء ضبطت كل شيء امورك، تطلع اكزت، تردك مرة ثانية عند هاي الصفحة، تعمل كلمة سيف فوق بس. بس شو الطريقة هاي؟ ليش انا قلت لك طويلة؟ لانك انت الحين شغال بس في شو؟ في فيرشن الاي، بتعمل التضبيط للليفل اللي هني في يعني هاي الليفل الحين اللي عملته هني في الفيرشن اي. يعني انا حطيت لك مثلا لقاح هني 100 بس في الفيرشن اي، لكن اذا رحت على البي شوف 50. فيوم بتي عقب تعزف راح تلقى الاي فوق والبي تحت. في ناس يحبون يعملون ان الفيرجن اي يكون عالي والفيرجن في، بس انا اشوف اعلمك الطريقه كيف على حسب ما تبغى. تروح بعد عند الفيرجن بي وتعمل نفس الليفل اللي عملته في فيرجن اي، وتروح عند السي وعند الدي وعند البريك وعند الانترو وعند الاندنج، كلهم تعملهم نفس الطريقه عشان يطلع معاك الايقاع متساوي على حسب اختيارك. وبعدين عقب ما تضبط الافكتات وكل شيء، تروح تطلع قلت لك، وتروح عند وين؟ عند كلمة سيف، وتسيف في اليوزر. انا مسيف قبل هني، هذا بسيف الحين باسم ثاني، بسميه مثلا سامي اف، تروح تعمل اوكي، تردك مرة ثانية على هاي الصفحة انت سيف. يعني يقول لك تبغي بعد بتعدل عليه مرة ثانية نسيت شيء ولا بتطلع، انت طبعا تضغط على الاكزت تطلع. بس مثل ما قلت لك هاي طريقة طويلة، انك بتروح على الانترو بتعمل نفس الشيء، بتروح على الاندنج 1 بتعمل نفس الشيء، بتروح على، بس في النهاية مع الافكتات تروم تعمل مع الافكتات مع الصدى مع كل شيء. عقب ما تسيف وكل شيء يعطيك نفس الصفحة هاي، يقول لك تبغي تزيد، تقول له لا، تطلع اكزت، خلاص طلعت. لاحظ معي الحين هني موجود في اليوزر هني، هذه التضبيطة لأنك أنت كنت في تسجيل الإيقاع، ما تروح معك خلاص أنك أنت سيفت بالإفكتات. تسيفه هني، تقدر تسيفه في اليو اس بي وتقدر تخزنه في اليو اس بي بالإفكتات. شوف الحين من سيفه الحين هذا هو، زين من سيفه مثلا بالافكتات، تروح تسيفه في، لاحظ معي الحين بالافكتات سيفناه في اليوزر، بروح هني عندي اليو اس بي بسيفه في اليو اس بي، راح اعمل له هنا، راح اختاره، اروح عند المنيو عند الفايل كوبي، نعم كوبي، بعد وين؟ في فلاش ميموري، نعم كوبي هير، سيفت الحين في الفلاش ميموري بالافكتات بكل شيء.
سيف معايا في اليو اس بي بالافكتات، راح نبند الكيبورد راح نشغل الكيبورد. طبعا الفلاشة موجودة، رايح امسح من الكيبورد، راح امسحه، راح امسح الايقاع عشان ما حد يقول يمكن الايقاع مسجل في الكيبورد، راح امسحهم كلهم من اليوزر. يس تو اول، شوف مسحيتهم. الحين راح اختار اليو اس بي، راح اختار الايقاع هذا سامي اف، نشوفه معاكم الحين. شوف بالايقاعات بالافكتات بالتردد بالديلي بالليفل. بهاي الطريقة علمتك الطريقة الثانية، لو انها طويلة شوي لانك راح تروح خانة خانة وتعمل الليفل والافكت بنفس الطريقة في الاي في البي في السي، لكن هاي اضمن لان الريجستريشن ميموري يقول لك مدة اسبوع اذا ما شغلت الكيبورد او اظني 8 ايام او 10 ايام تروح معاك كل المعلومات تمتسح تلقائيا. هذا اللي انا اعرفه وشكرا.